يلي قدرنا وصلنا له بعمل سنتين، بلش ب 2014 من وراء الوضع المزري الموجود بالبلد مع الأطفال إن كانوا بريماتوري أو غيرهم، بعدم وجود مستشفيات مؤهلة كافية ببيروت تستقبل كل عدد المرضى. قررنا كجمعية NGO اسمها Birth and Beyond أسامي، عملنا رخصة ب 2014، جبنا فندز كافية حتى عملنا وعمرنا أهم مستشفى للأطفال موجود بلبنان. حوالينا المنطقة بيقولوا الكارانتينا شيء بخوف، بس الكارانتينا صار فيها من أحسن مراكز أطفال بلبنان، وصرنا محكمين تقريبا 600 ولد بسنة. هالولاد عم بيجوا من كل لبنان، عم بيجي لاجئين سورية فلسطينية عراقية، عم بيجي أولاد بلا جنسية يعني اللي بيخلق من أم لبنانية. وبعتقد يعني حسب ما قال مدير اليونيسف نحن صرنا لايف سيفينج بيدياتريك ديبارتمنت. بس هالمركز هيدا بده عطول شغل دايم، وبده كتير كتير مساعدة تجي من كل العالم. وعملنا اتفاق كونفنشن بين مستشفى الروم، مستشفى القديس جورجوس، وجامعة البلمانت، ومؤسسة أسامي يعني الـ NGO تبعيتنا، مستشفى الكارانتينا الحكومي. شو بدي اقول لك عن جد؟ ما بعرف شو بدي اقول لك عن جد. برافو كثير يعني لانك ما بتشوف هذا الشيء كل يوم، سو اوقات بتنسى انه في عالم هالقد محتاجين، عالم هالقد ساخنين. لازم تتشكر انه انت كثير خلال عندك صحه